ساندرا ما فيني اقعد بمحل عام، يعني هلأ بتعرفي أي محل عام محروم منه، كل العالم تعرفني، كل العالم بتنط علي بتشوفني، آه إنه مهضوم بتستلطفني وكذا، يا ومضيلنا وأوتوغراف وقصص وشي عم بقلك، يعني شي كتير كتير شهرة منزعج. مش قصة منزعج، بس قصة ما بيعود فيه برايفسي، يعني ما بيعود عندك خصوصية، عرفتي كيف؟ بدك تشربي فنجان قهوة لحالك ما فيك، بدك تقري جريدة هذا بينط عليك، كيفك استاذ منحبك وكذا وكذا. هلا المحبة منيحة، بس انه اوقات بده شوية خصوصية الواحد، يعني ليكي مثلا هلا اوليكي عم يطلعوا علي، عرفوني اكيد هذا كله لانه بحبوك يعني. الحمد لله ماشي الحال. تفضلي. هو لا مش هو، بلا هو لك، لا مش هو بك يا عم بالطب، ولا هو عم تقولي مش هو سامر طلع فيه مش هو جلنار عم بقلك هو لا مش هو قولك مش عيب اذا انت قلت له بدي اتصور معه ييه بحبه كثير لانه بالعكس كثير بينبسط مرحبا ليك شفت كثير متواضع بس انه عيب لانه اوقات لما شفت ليش هو المشهورين ببقى ما بدهم البرايفسي تبعيتهم معه حلو يعني. ها بس كمان بحبوا كثير بالنهايه نحن الفانز تبعهم يعني بحبونا وجمهور نحن بالنهايه بس قاعد معه بنت هيك هيك بينبسط بجنقل عليا انه هيك انا مبسوط بتصور معه وبتصور ايه تومي انت معي بس بقوم يا خيي بس عم بقول لك انه هذا مش هو مثلاً. هو لا طب هلا بتشوف مش هو بتقول مش هو. لا مش حتسأل بس عم بقول لك انا مش هو مش هيك ما قلت لك قلت لك كل العالم بتعرفني كلهم 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 بونجور هلا بدك تبتسمي وتقولي بونجور استاذ بونجور يعطيكم العافية سوري دوموزيل اهلا اهلا بونجور اهلا عفوا بس انا وصديقتي عرفناك فعم نتحذر اذا انت ولا مش انا من الاخر رح لك يا انا هو قبلك ممكن اخذ صورة معك هيك في ازعاج سوري في ازعاج ناخذ صورة بس تفضلت بعدني عم اقول لك سوري عم سوري عم نزعجك بس تقف بالنص معلش ممكن تصورينا بليز صوريهم ماشي الحال كلك ذوق بس فينا نعطيك ماشي الحال تفضل تفضل عبور اهلا شكرا شكرا لكم ميرسي استاذ راغب ميرسي مين استاذ راغب مين راغب مش حضرتك راغب علامه شفت قلت لك مش راغب علامة انا راغب علامة بلا راغب خلص هي عرفتني انت ما عرفتني انا ماني راغب علامة قولي لي استاذ بيزل بياع عن جد العمى بقلبي العمى بقلبك عمي انت وياه قولوا لي احمد دوغان بعد ندفع تشبهه كمان بيشبه العمى بقلبك يعني مش بيزل بياع روحي بقى من هون ليه شفت خسرت الشرط وانت خسرت كمان العمى بقلبك انت تشارطي انت وياه مين هيدا ما بعرف بس مشهور بيشبهه هو الاول اثنين ما بيعرفوني بالعالم كله